اهلا وسهلا اخي عبد الله. حياك الله رايد يحيى، تطلعنا مباشرة عن آخر مستجدات جهود البحث عن المفقودين. نعم أخي، تلقى مركز عمليات سيارة شرطة محافظة الجنوب الشرقية بلاغ عن فقدان مواطنين اثنين من سكان نيابة الأشقرة التابعة لولاية جعلان بني أبو علي في عرض البحر أثناء مزاولة مهنة الصيد، وذلك مساء يوم الخميس الماضي. على ضوء ذلك ومنذ الوهلة الأولى لتلقي البلاغ، سخرت شرطة عمان السلطانية كل الجهود والإمكانيات للبحث عن المفقودين، حيث باشرت شرطة عمان السلطانية إجراءات التعامل مع هذه الحالة بالتنسيق بين مختلف التشكيلات والإدارات المعنية، ومنها قيادة شرطة محافظة الجنوب الشرقية وقيادة شرطة خفر السواحل والإدارة العامة للعمليات. وباشرت شرطة عمان السلطانية عملية البحث عن طريق دوريات خفر السواحل والتنسيق مع الإدارة العامة لطيران الشرطة لتحريك طائرة عمودية بالمساهمة في عملية البحث. نعم. وتمشيط المنطقة الساحلية المحاذية لنيابة الأشقرة والمناطق المجاورة للمنطقة. وكذلك حقيقة تم تسيير دوريات من وحدة شرطة المهام الخاصة بالكامل الوافي ودوريات الإنقاذ المائي من هيئة الدفاع المدني والإسعاف لتمشيط السواحل والشواطئ. نعم. المحاذية للمنطقة. نعم. وحتى الآن هذه الجهود قائمة ومستمرة من قبل شرطة عمان السلطانية، وهناك تنسيق مع المختصين بسلاح الجو السلطاني العماني لتسيير طائرة عمودية، وكل هذه الجهود حتى الآن لم تسفر في الحصول على المفقودين. نعم الرائد يحيى، إلى الآن هل تتضح أسباب فقدانهم وتواهانهم في عرض البحر؟ أولا شرطة عمان السلطانية لا تملك أسباب واضحة، ولكن كل ما لدينا الآن من معلومات عن المواطنين الاثنين قد خرجوا في رحلة صيد ولم يعودوا حتى إجراء هذه المحادثة. نعم. ثانيا وجود عوامل طبيعية ومنها ارتفاع موج البحر وكذلك اشتداد الرياح الموسمية في هذه الفترة قد تؤثر في عملية البحث، ولكن بشكل عام لا توجد لدينا أي مشكلة، بما أن تم الاستعانة بطائرة عمودية لتمشيط المناطق البحرية. نعم. والحقيقة هناك جهود مقدرة من قبل شرطة عمان السلطانية المتمثلة في جهود المواطنين في مساندة جهود شرطة عمان السلطانية في عمليات البحث، حيث تتساير هذه الجهود مع بعضها البعض، ونتمنى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الرائد يحيى. شكرا، بارك الله فيك. يعطيك العافية الرائد يحيى بن سيف الحنظري، مساعد مدير العمليات بقيادة محافظة جنوب الشرقية بشرطة عمان السلطانية، كان معنا للوقوف على آخر مستجدات البحث عن المفقودين الذي نسأل الله تعالى أن يتم العثور عليهم معافين سالمين بإذن الله.